السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي على منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم وحصة المراجعة النهائية لمادة الدراسات الاجتماعية إن شاء الله. كل عام وأنتم حبايبي بألف خير، وإن شاء الله دايما ناجحين ومتفوقين في كل المواد. النهاردة إن شاء الله هنعمل إيه؟ إن شاء الله يا أولاد هنحل امتحانات مع بعض، هنحل ألعاب إن شاء الله يفيد الوقت ونحل ألعاب، ولو في الآخر فاض وقت عندنا هوريكم المدن اللي عندنا في الجغرافيا، المدن اللي ممكن تتسألوا عليها في الخريطة على برنامج جوجل إيرث. خلينا نبتدي بس في الأول الحصة بتاعتنا. وفي البداية أنا عايزة زي ما قلت لكم أفكركم بعناصر المنهج بتاع الدراسات الاجتماعية. وزي ما احنا عارفين طبعا، انا عارفه ان انتوا شطار وفاكرين، عندنا جغرافيا وعندنا قسم تاريخ. طب تعالوا نفتكر مع بعض ايه هي عناصر دروس الجغرافيا. طبعا اول حاجه في الجغرافيا يا اولاد لازم، مهم جدا، ده اول سؤال عندنا، الخريطه. زي ما احنا متفقين ودايما كنت بشدد عليها ان احنا نحل عليها كتير، يبقى الخريطه جزء اساسي من امتحان الدراسات الاجتماعيه لازم ناكد عليه. خدنا طبعا 3 دروس في الجغرافيا الترم ده. أول درس كان بعنوان مقومات الجذب السياحي في مصر. كمان يا ولاد خدنا أنواع السياحة وعرفنا أنواع كتير للسياحة اللي السياح بيحبوا ييجوا يتفرجوا أو يحضروها أو يزوروا مصر علشانها. كمان خدنا 3 درس كان بعنوان التنمية السياحية في مصر وإزاي ننمي السياحة ووسائل التنمية السياحية في مصر ونزود إزاي عدد السياح علشان يجوا مصر كتير. طيب دي كده كانت دروس الجغرافيا. طيب عندنا دروس التاريخ بقى كان عبارة عن إيه؟ خدنا طبعا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبي الإسلام واللي بلغ رسالة الإسلام إلى العالم، وخدنا مولده، خدنا اتولد فين، صفاته، خدنا إزاي نزل عليه الإسلام الوحي، سيدنا جبريل، وإمتى بالظبط. عرفنا كمان موقف قريش من الإسلام ومن تبليغ سيدنا محمد للإسلام. عرفنا إن كان فيه هجرتين، الهجرة الأولى كانت المسلمين الأوائل إلى الحبشة، ثم بعد ذلك يا أولاد هاجروا وهاجر الرسول معهم بعد كده إلى المدينة المنورة وقامت الدولة الإسلامية. وبعد كده خدنا الغزوات في نفس الدرس. طيب الدرس الثاني خدنا بعض أعمال الخلفاء الراشدين. خدنا في الخلفاء الراشدين اللي هم جم بعد سيدنا محمد حكموا الدولة الإسلامية، واتفقنا إن كلمة خلفاء يعني جم بعدي، وراشدين يعني اتبعوا نفس النهج بتاع سيدنا محمد في الحكم وفي كل حاجة كان بيعملها. وخدنا من أمثلة الخلفاء الراشدين بعض أعمالهم، خدنا سيدنا أبو بكر الصديق، خدنا عمر ابن الخطاب، وخدنا قائد كان في عهد عمر ابن الخطاب واللي فتح مصر وكان عمرو ابن العاص، محدش ينساه. يبقى احنا خدنا 2 من الخلفاء وقائد كان موجود في عهد عمر ابن الخطاب، تمام كده. بعد كده يا اولاد خدنا وحدة جديدة اسمها الدول المستقلة، وفهمنا يعني ايه دولة مستقلة واستقلت عن مين. استقلت عن الدولة العباسية زي ما اتفقنا، ان بعد الخلفاء الراشدين جت دولة اسمها الدولة الأموية، ثم بعد الدولة الأموية جت الدولة العباسية. وكانت الدولة العباسية دي كبيرة قوي لدرجة ان المؤرخين بتوع التاريخ يعني اللي بيكتبوا تاريخ قسموا الدولة العباسية دي لقسمين، عصر عباسي أول وعصر عباسي تاني. الدول المستقلة ظهرت في العصر العباسي الثاني بسبب الضعف، وإن هما كانوا بيستعينوا بحكام أو بولاة غير عرب من الترك والفرس، فبالتالي استقلوا عن الدولة العباسية بالولايات اللي هما حكموها. زي إيه بقى الدول المستقلة دي؟ اتفقنا ان في دول من الدول اللي هي استقلت استقلال شكلي عن الدولة العباسية زي الدولة الطولونية والإخشدية. خدنا الدولة الفاطمية اللي كانت منافس قوي للدولة العباسية. خدنا الدولة الأيوبية، وآخر درس عندنا يا أولاد خدنا دولة المماليك. وآخر درسين احنا طبعا نفتكر مع بعض وهنفتكر في الأسئلة كمان دلوقتي إن شاء الله. الدولة الأيوبية تصدينا فيها لخطر كبير جدا جدا اللي هو الخطر الصليبي، الصليبيين، وكان بقيادة صلاح الدين الأيوبي اللي قدر ان هو يهزم الصليبيين في معركة اسمها معركة حطين،
يبقى الدولة الأيوبية هي مختصة، أو يعني نفتكر على طول معركة حطين ليها علاقة بالدولة الأيوبية. طيب ودولة المماليك، عندنا دولة اسمها دولة المماليك أهي. طيب هي مين القائد بتاعها، أو مين البطل اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو سيف الدين قطز؟ واتفقنا إن سيف الدين قطز قدر يتغلب على المغول اللي كانوا أشد خطر، خطرهم كبير جدا جدا، صح كده، وانتصر عليهم في معركة اسمها معركة عين جالوت. ده كده ملخص المنهج بتاعنا، حبيت ان انا افكركم بيه في البداية قبل ما نخش على الأسئلة. طيب تعالوا كده نشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجة يا اولاد، انا حبيت بس اجيب لكم بعض الأسئلة المقالية كأنواع او كنوع نفتكر بيهم مع بعض ازاي نحل الأسئلة دي. يعني مثلا أسئلة بما تفسر، أسئلة ما النتائج، أسئلة ماذا يحدث، قارن. طبعا احنا عارفين قارن، بنقارن بين حاجتين، وقلنا قبل كده نعملها في جدول. طيب أول سؤال عندنا أسئلة بما تفسر، فعلا إن كل سؤال ليه مفتاح إجابة، وخاصة بما تفسر وما النتائج، عايزين نفرق ما بينهم. سؤال بما تفسر يا ولاد قلت لكم، يلا قولوا لي بقى في التعليقات مفتاح إجابته إيه، يعني أول كلمة كده على حسب طبعا ما تتناسب مع الإجابة. بصوا كده نكتب سبب كذا، أو لأن كذا، أو لكذا. طب تعالوا نشوف أمثلة للكلام ده. وسؤال بما تفسر بيجي إما علل أو أذكر السبب، يعني يقول لك بما تفسر هي هي علل، هي هي أذكر السبب، التلاتة واحد. أول حاجة، أول سؤال لو قال لك مثلا بما تفسر يعني إديني سبب، وقلت لكم قبل كده لما يجي سؤال بما تفسر اسأل نفسك ليه؟ ليه بتمتاز مصر بالطبيعة الخلابة الجميلة؟ إيه السبب؟ يبقى هنستخدم مفتاح إجابة من اللي فوق، هنقول إن بيها المناطق الجبلية والصحراوية، لأن بيها كمان مناطق زراعية جميلة، لأن بيها مناطق ساحلية جاذبة للسياح. يبقى مصر بتمتاز بالطبيعة الخلابة الجميلة، علشان فيها مناطق جبلية وصحراوية ومناطق زراعية ومناطق ساحلية، السياح بيحبوا يجوا يتفرجوا عليها ويزوروها كلها. طب لو أنا قلت لك مثلا بما تفسر بتتوفر في الإسكندرية والأقصر المقاومات البشرية، طب المقاومات البشرية هي عبارة عن إيه؟ أفكركم المقاومات البشرية دي يا ولاد كانت في أول درس عندنا. طب المقاومات البشرية عبارة عن الآثار، الآثار التاريخية، عبارة عن معاملة الشعب المصري للسياح، عبارة عن النقل والمواصلات، صح كده؟ طب الإسكندرية والأقصر فيها مقاومات بشرية؟ فيها مقاومات بشرية. طب فيهم إيه؟ فيهم آثار، صح ولا غلط؟ بيمتازوا بالآثار، بوجود الآثار. طب إيه بقى؟ ليه الإسكندرية والأقصر فيها مقاومات بشرية؟ لأن بيها كثير من الآثار، حيث تشتهر الإسكندرية بالآثار الرومانية. فاكرين لما قلنا إن الإسكندرية مدينة تشتهر بالآثار الرومانية؟ لأنها أصلا كانت عاصمة روما أو الدولة الرومانية من الترم الأول، إحنا خدنا المعلومة دي الترم الأولاني، ودولة البطالمة كمان، صح كده؟ فيها آثار رومانية كتير، وكمان الأقصر بتعتبر متحف مفتوح للآثار الفرعونية. يبقى في مدينة فيها أهي مقومات بشرية اللي هي الآثار الرومانية، وفي مدينة بتشتهر بالآثار الإيه؟ الفرعونية، تمام كده؟ طب تعالوا نشوف السؤال التالت. بما تفسر أهمية الطرق البرية والنهرية وكذلك المطارات والموانئ. هل في أهمية للطرق البرية والنهرية؟ يعني فيهم أهمية للسياح، ليهم أهمية للجذب السياحي، ولا عادي ممكن نستغنى عن الطرق دي أو ما تبقاش مواصفاتها جيدة فعادي ما تفرقش معانا؟ لا طبعا مهمة جدا. طب مهمة ليه الطرق البرية والنهرية؟ السؤال ده يا ولاد عايز كذا إجابة، يعني هو السؤال دوت منقسم إلى قسمين. القسم الأولاني هو بيقول لك ليه إيه هي أهمية الطرق البرية والنهرية، والقسم الثاني بيقول لك إيه هي أهمية المطارات والموانئ، وكلهم في وسائل المواصلات والنقل، صح ولا غلط؟ طيب إيه أهمية، ناخد واحدة واحدة. نقول تربط، لأن الطرق البرية والنهرية بتربط بين مدن مصر وقراها، يبقى الطرق البرية والنهرية بتربط مصر جوه مصر. أنت عايز تروح أي مدينة جوه مصر؟ يبقى هتستخدم الطريق البري، هتستخدم نهر النيل، صح ولا غلط؟ طيب ايه بقى المطارات والموانئ؟ وتربط المطارات والموانئ مصر بالعالم الخارجي، يبقى انت لو عايز تسافر تروح اي دولة بره مصر، يبقى انت كده هتستخدم ايه؟ المطار.
هتستخدم الموانئ علشان تسافر بالسفينة مثلا، صح ولا غلط؟ يبقى ده كله مهم جدا. يبقى إذا الطرق البرية والنهرية مهمة، والمطارات والموانئ مهمة، مما يسهل على السائح التجول والوصول إلى الأماكن السياحية بسهولة. يعني سواء الطرق البرية والنهرية أو المطارات والموانئ، دي وسائل مواصلات، نقل ومواصلات مهمة جدا، بتسهل على السائح الوصول إلى أي مكان سواء داخل البلد أو خارجها في أي مكان بسهولة، وده بيؤدي إلى الجذب السياحي لمصر، صح ولا غلط؟ يبقى دي كده أنا حبيت أجيب لكم بس أسئلة نتدرب عليها في بما تفسر، علشان ما نتلخبطش بينها وبين أي سؤال مقالي تاني. إحنا لسه في بما تفسر، بيقول لك بما تفسر بتحفر المناطق الصحراوية والجبلية منطقة جاذبة للسياح. إحنا في الأول عرفنا إن مصر فيها مناطق كتير متنوعة، فيها مناطق جبلية، فيها مناطق صحراوية، فيها مناطق ساحلية، على الساحل يعني، على ساحل البحار سواء البحر الأحمر أو البحر المتوسط، فيها أماكن زراعية، فيها نهر النيل والمناظر الجميلة اللي السائح بيحب يجي يتفرج عليها، المناطق الخضراء، الحقول الخضراء الجميلة. طب المناطق بقى الصحراوية والجبلية بالخصوص مهمة في إيه؟ بتجذب السياح في إيه يعني؟ المناطق الصحراوية والجبلية يا ترى مهمة إن السائح بيحب يجي الصحراء؟ طب ليه يحب الصحراء ليه؟ بصوا كده، لأنها بتتميز بجمال مناظرها ونقاء هوائها، وبتنتشر فيها المحميات الطبيعية والواحات. يبقى إذا الصحراء دي مهمة، السائح كمان بيحب روح المغامرة اللي في الصحراء، بيحب يرجع للطبيعة يا ولاد، بيسيب بقى الفنادق، بيسيب الإنترنت شوية، بيسيب بقى الدنيا الرفاهية اللي هو عايش فيها، وبيحب يعود للطبيعة مرة أخرى عن طريق الصحراء والجبال والجو اللي هو عايشه ده، هو بيحبه. تمام كده؟ يبقى دي كده إيه؟ الإجابة. يبقى إحنا كل ده بندي أسباب أهو، بما تفسر بتحرص مصر على تنمية مقومات الجذب السياحي وتطوير أنواع السياحة. ليه مصر بتحب تنوع وتنمي الجذب، مقومات الجذب السياحي؟ يعني إيه هدف مصر؟ إيه هدف الدولة إن هي بتعمل مشاريع سياحية وبتطور من المشاريع السياحية اللي عندنا في مصر، وبتعمل أنواع جديدة كمان للسياحة غير الأنواع اللي موجودة؟ إيه السبب يعني؟ بس السبب إيه؟ لزيادة، ومفتاح الإجابة كان المرة دي لكذا أهو، لزيادة أعداد السائحين وفترات إقامتهم وتضاعف الدخل، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطن المصري. إحنا عارفين إن السائح يا أولاد أو السياحة من أهميتها إن هي مصدر الدخل الأول للعملة الأجنبية، يعني مصدر الدخل، مصدر مهم جدا للدخل المصري، صح ولا غلط؟ لأن إحنا بنتعامل مع العملات الأجنبية مباشرة مع السائح، فبالتالي لما السياح يجوا كتير عندنا في مصر ويحبوا يجوا مصر، وكمان مدة إقامتهم في مصر تزيد، فترة إقامتهم تزيد، بدل ما يقعدوا شهر يقعدوا سنة، أو يقعدوا مثلا بدل ما يقعدوا قصدي أسبوع يقعدوا أسبوعين، شهر شهرين، يعني ما يزهقوش من مصر، فبالتالي بيتضاعف الدخل، وبالتالي مستوى معيشة المواطن المصري هتزيد، مستوى مع الفلوس اللي بابا بيقبضها هتزيد، صح ولا غلط؟ هتجيبي كل اللي نفسك فيه. فدي طبعا من أهمية إن إحنا نطور من السياحة دايما، إن السياح يحبوا يجوا مصر على طول، وعدد السائحين يزيد. طيب رقم 6، بما تفسر بتعمل الدولة على تطوير المشروعات القائمة وزيادة المنشآت السياحية. إيه السبب اللي بتخلي الدولة بتطور المشروعات، سواء المشروعات القائمة أو بتعمل حاجات جديدة أو بتعمل منشآت سياحية جديدة زي الفنادق، زي القرى السياحية، زي مارينا؟ مش إحنا اتفقنا إن مصر عملت مدينة جديدة سياحية، قرية سياحية جديدة اسمها مارينا، صح ولا غلط؟ طيب أهي، يبقى ليه بقى؟ ليه مصر بتعمل على تطوير المشروعات القائمة وبتزود المنشآت السياحية زي الفنادق، زي المكاتب السياحية وهكذا؟ لتنشيط السياحة، لتوفير خدمة متميزة للسياح، عشان نوفر خدمة متميزة للسياح، وده كله برضه هيؤدي إلى إيه؟ لما السائح يحب يشوف كده إن في خدمة مميزة بتتقدم له، ده هيؤدي إلى جذب أعداد كثيرة من السياح إلى مصر. خلاص كده يا شباب؟ طيب إحنا كده حبيت أجيب لكم في الجغرافيا أسئلة بما تفسر. طب لو إحنا جبنا أسئلة ما النتائج المترتبة على، يبقى إحنا عرفنا دلوقتي نجاوب إزاي بما تفسر، صح ولا غلط؟
طب ما نتائج مفتاح اجابتها ايه؟ انا عارفه متاكده ان شرطاه وعرفته خلاص، لان دي حاجه واحده بقى بنقولها، حاجه واحده مما ادى الى، يبقى مفتاح اجابه ما النتائج المترتبه على مما ادى الى كذا، ونكتب الاجابه. طب تعالوا نشوف مثال كده على ما النتائج، ما النتائج التي ترتبت على، ويقول لك السؤال: الضعف والفوضى في اواخر الدوله الاخشيه، ايه النتيجه؟ انا لما اجيب لك سؤال ما النتائج بقول لك ايه النتيجه، تخيل معايا ان ايه النتيجه اللي حصلت، انت ذاكرت، ما النتائج المترتبه على ان انت اجتهدت في مذاكرتك؟ هتقول لي ايه؟ ادى الى نجاحي، ادى الى تفوقي، ادى الى تحقيق هدفي، صح كده؟ فسؤال ما النتائج يا اولاد بقول لك فيه ايه النتيجة اللي حصلت. طب ايه النتيجة اللي حصلت من الضعف والفوضى اللي كانوا موجودين في اواخر عهد الدولة الاخشيدية؟ ها هنقول ايه؟ مما ادى الى ايه؟ ضم جوهر الصقل لمصر الى الخلافة الفاطمية وسقوط الدولة الاخشيدية. فاكرين في اواخر الدولة الاخشيدية لما ضعفت قدرت الدولة الفاطمية ان هي تضم مصر وتقدر ان هي تسقط الدولة الاخشيدية، صح ولا غلط؟ ده كان نتيجة الضعف. طيب تعالوا نشوف سؤال تاني كده في ما النتائج. ما النتائج المترتبة على اتخاذ الصليبيون الصليب شعار لهم؟ ايه النتيجة اللي حصلت لما الصليبيون يا ولاد، الصليبيون اللي هم احنا اتفقنا ان حصلت معاهم معركة حطين مع صلاح الدين الايوبي، صح ولا غلط؟ وكانوا جايين من اوروبا، حملات جاية من اوروبا لاحتلال مصر والشام. طيب ايه النتيجة اللي حصلت بقى لما الصليبيون اتخذوا الصليب شعار ليهم؟ ادى الى ايه؟ ادى الى ان اطلق عليهم الصليبيين. احنا اتفقنا ممكن يجي لك السؤال ده يقول لك دي ما تفسر، على فكرة ممكن يلخبطك في السؤال بقى، لا احنا ما بنتلخبطش ان شاء الله، يقول لك بما تفسر ليه الصليبيين اتسموا بالصليبيين، اطلق عليهم هذا الاسم لانهم اتخذوا الصليب شعارا لهم. طالما فهمتوا المعلومة هتعرفوا تجاوبوا على اي سؤال ان شاء الله. يبقى هنا سؤالنا ما النتائج؟ ان الصليبيين اتخذوا الصليب شعار لهم، اطلق عليهم الصليبيين، خلاص لقبناهم بالصليبيين. رقم 3، ايه النتيجة اللي حصلت من الضعف والانقسام الذي حل بالعالم الاسلامي؟ ايه يا ترى ايه النتيجة اللي حصلت لما حصل ضعف في العالم الاسلامي كله؟ ادينا فرصة لمين ان هو يجي يحتلنا؟ الصليبيين. برافو عليكم. أدى إلى تأسيس الصليبيين، لما الصليبيين قدروا إن هم يأسسوا 3 إمارات في الشرق ومملكة الرها، إمارة الرها نفتكرها مع بعض، إمارة أنطاكيا، إمارة طرابلس، ومملكة بيت المقدس، صح كده يا أولاد؟ يبقى ده كان بسبب إيه؟ بسبب الضعف، بسبب الانقسام اللي كان موجود في العالم الإسلامي، ما قدرناش ندافع عن المناطق دي ضد الصليبيين، فقدروا ان هم يجوا ويكونوا الامارات والمملكه اللي هي بيت المقدس اللي فضلوا محتلينها تقريبا 90 سنه. خلاص كده يا شباب، يبقى احنا دلوقتي فرقنا ما بين اسئله بما تفسر، وفرقنا ما بين اسئله ما النتائج المترتبه على. طب ماذا يحدث لو جالنا سؤال ماذا يحدث؟ ها ده بقول لك بقى، ده تخيل، ده عيش بخيالك بقى ازاي؟ اهو يقول لك ماذا يحدث اذا، تخيل كده معايا، ده سؤال حلو جدا جدا يا ولاد. بيقول لك تخيل بقى كده ان استطاع ريتشارد، فاكرين ريتشارد ملك انجلترا؟ طب مين ريتشارد جه بعد انهي احداث؟ ريتشارد جه بعد مين؟ بعد لما صلاح الدين استرد بيت المقدس، صح كده؟ وملوك اوروبا اتغاظوا فبعتوا حملة صليبية جديدة عشان تحارب صلاح الدين وتسترد بيت المقدس مرة أخرى. طب تخيل معايا ريتشارد استطاع هزيمة صلاح الدين الأيوبي، إيه اللي كان ممكن يحصل؟ بصوا كده، لم يتم عقد صلح الرملة، كان ممكن يتم ضياع بيت المقدس مرة أخرى من أيدي المسلمين. يعني كان ممكن ريتشارد لو هزم صلاح الدين في المعارك اللي خاضها ضده، لو استطاع هزيمته كان هياخد بيت المقدس تاني، ما هو ده هدف الحملة الصليبية، ان احنا نسترد بيت المقدس تاني، صح ولا غلط؟ طب ريتشارد انهزم، فبالتالي عقدنا صلح الرملة معاه، وكان من اهم بنود صلح الرملة بقاء بيت المقدس في ايدي المسلمين. فلو كان ريتشارد انتصر على صلاح الدين الايوبي، لا
ما كان ممكن يسترد بيت المقدس، كان ياخد مننا بيت المقدس، وما كانش هيحصل صلح الرمل بقى. ليه صلح الرمل هيحصل ليه بقى؟ ما خلاص. طيب ايه اللي كان هيحصل لو ما دخلش المغول بلاد خوارزم؟ افكركم بالمعلومة، مين ايه هي بلاد خوارزم دي؟ هي بلاد، فاكرين؟ هي بلاد قطز، بلاد سيف الدين قطز. هو كان اصلا عايش في البيت الملكي في بلاد خوارزم شمال ايران، ولما المغول دخلوا على بلاد خوارزم قتلوا اسرته قدامه وخدوه وباعوه في الاسواق، سوق الرقيق او العبيد، وسموه قطز. وكانت اول البلاد اللي احتلوها المغول ودخلوها ودمروها وقتلوا اهلها هي بلاد خوارزم. طب تخيلوا كده لو ما كانش المغول دخل بلاد خوارزم، ايه اللي كان ممكن يحصل؟ اهو عكس اللي انا قلته بقى دلوقتي، لم يقتلوا اسرة قطز، لم يبيعوه في الاسواق. ما كانتش دي اول، هتكون اول بداية غزو العالم الاسلامي؟ ما كانتش بلاد خوارزم هتكون اول او بداية غزو المغول للعالم الاسلامي؟ ما كانوش احتلوها وقتلوا اهلها وحرقوا مدنها؟ حاجات كتيرة ممكن نقولها في السؤال ده. طيب لو قلت لك ثلاثة، اللي كان ممكن يحصل لو يأس قطز من هزيمة المغول؟ يعني لو تخيلوا معايا كده يا أولاد، لو قطز كان يأس من هزيمة المغول، جاله يأس يعني زي الأمراء اللي هم المماليك، فاكرين لما راح شجعهم وخطب فيهم وقال لهم لا، اللي هيحصل في المسلمين ده في رقبتكم انتوا، وانتوا اللي هتشيلوا ذنبهم. فاكرين لما خطب فيهم قطز وقال لهم كده عشان يشجعهم؟ تخيلوا بقى هو كمان كان عنده يأس من هزيمة المغول، ايه اللي كان ممكن يحصل؟ لم يستطع تشجيع الأمراء المماليك، مش هيشجعهم، مين هيشجعهم بقى؟ خلاص كلهم هيناموا، كلهم هيقولوا لا خلاص المغول تيجي تحتل مصر بقى مش مشكلة، ما احنا مش هنقدر ان احنا ايه نهزمهم. فما كانش حد هيشجع الأمراء المماليك، وكمان ما كانش هيعلن الحرب على المغول ويتم هزيمتهم في عين جالوت ويخرجهم من الشام خالص. فاكرين لما قلنا ان من نتائج عين جالوت ان قدر قطز ان هو يقتل قائدهم، وان هم ان هو يتتبعهم لحد ما اخرجناهم من الشام؟ فبقى كل ده ما كانش هيحصل، كل ده ما كانش ايه، ما كانش هيحصل. فسؤال ماذا يحدث هو سؤال تخيلي، انا بقول لك تخيل معايا. طيب انا كده يا اولاد حبيت اجيب لكم بس 3 اسئله، في كمان سؤال برهن او دلل على، بيقول لك اثبت لي يعني صحه العباره، ان يجيب لك مثلا يقول لك دلل على او اثبت صحه العباره الاتيه: معامله او سماحه صلاح الدين الايوبي عند دخوله بيت المقدس، اديني دليل. ده سؤال برضو مهم ان انتوا تتدربوا عليه. يقول لك اديني دليل ان صلاح الدين الايوبي كان عنده سماحة، يعني بيتعامل بسماحة بتسامح لما دخل بيت المقدس، اديني دليل. عندك دليل؟ اه هقول له عندي دليل طبعا. طب ايه دليلك؟ هقول له لما صلاح الدين دخل بيت المقدس ما قتلش الصليبيين، وامر جنوده ان هو يعاملهم معاملة حسنة جدا، وان هو يحافظ على المقدسات المسيحية. مش دي كلها أدلة؟ أهو أنا بقول لك أهو الدين دليل، فالدليل أهو. يبقى ده سؤال كمان ممكن إن أنتوا تتدربوا عليه إن شاء الله. طيب إيه رأيكم نخش في امتحانات السنوات السابقة؟ نشوف كده امتحان أو امتحانين. محافظة القاهرة، إدارة الشروق التعليمية، أول سؤال زي ما اتفقنا بيجي في الامتحان هو الخريطة. بيقول لك السؤال الأول: ألف، أمامك خريطة صماء لمصر، وقلنا صماء يعني ما عليهاش بيانات، اكتب مدلول الارقام الموقعه عليه. يعني بيجيب لك هنا مثلا واحد يقول لك البحر نقط، فين واحد؟ اهي واحد على الخريطه فوق، يبقى البحر ايه؟ فانت بتكتب البحر المتوسط. برافو عليكم. رقم اتنين اهي بيقول لك مدينه، لازم تقرا اللي هنا الاول وعينك على الرقم في الخريطه، يبقى تقرا المطلوب منك وكمان عينك على الرقم في الخريطة عشان تربط هو عاوز منك ايه بالرقم اللي موجود على الخريطة. رقم اتنين مدينة نقط، طب فين اتنين؟ اهي رقم اتنين اهي، بعيد شوية عن اسكندرية وعن يعني عن المدن اللي احنا عارفينها على البحر المتوسط،
تبقى دي مدينة يا ولاد مرسى مطروح، تمام كده؟ طيب رقم ثلاثة، أي رقم ثلاثة على الخريطة أهي، بيقول لك محمية نقط. طيب إحنا عندنا محمية في جنوب شبه جزيرة سيناء، عندنا محمية سانت كاترين، برافو. تحت خالص لو جاب لك هنا يا ولاد في جنوب شبه جزيرة سيناء، تحت خالص هنا وقال لك دي محمية نقط، يبقى رأس محمد. فوق شوية تبقى دي محمية سانت كاترين، تمام كده؟ عشان محدش يتلخبط ما بينهم. طيب رقم أربعة، رقم أربعة بحيرة نقط، فين أربعة؟ أهي. خلوا بالكم محدش يستعجل، ليه؟ لأن في اتنين بحيرتين زي ما اتفقنا قبل كده، في بحيرة قارون وفي بحيرة ناصر. طب أنت عايز أنهي بحيرة؟ الرقم اللي على الخريطة هو اللي هيحدد لنا هو عاوز أنهي خريطة، عايز أنهي بحيرة قصدي. يبقى اللي تحت دي تبقى اسمها بحيرة إيه؟ برافو عليكم، بحيرة ناصر أو بحيرة السد الإيه؟ بحيرة السد العالي. أما اللي فوق هنا كده دي اسمها بحيرة قارون، نفتكر مع بعض. رقم خمسة مدينة نقط، هنا هنا كده دي مدينة إيه يا ولاد؟ برافو، مدينة الغردقة. وتحت هنا شوية كده يا ولاد اسمها سفاجة، عشان لو ما لحقناش بس نشوف المدن دي على خريطة، على الخريطة بتاعت جوجل إيرث يعني، أديني برضو بوضحها لكم هنا. تحت شوية كده سنة دي مدينة سفاجة. خلاص كده شباب؟ طيب ده أول كده، أول إيه؟ أول نقطة في الامتحان. السؤال الأول به، ما المقصود؟ المصطلحات. وقلت لكم المصطلحات مهمة، وعملت لكم يا أولاد امتحان في كل المصطلحات بتاعت الجغرافيا والتاريخ. يا ريت نعيد ونزيد فيه، نحله كتير عشان نحفظ المصطلحات ونفهمها الأول. طب ما المقصود بالدخل القومي؟ السؤال ده ممكن يجي لك بصورتين، يعني إما يجي لك بالشكل ده يقول لك ما المقصود ويجيب لك هو الكلمة وأنت تكتبها كلها كاملة، إما يجيب لك هو السطر كله ويقول لك طب ده إيه بقى، اكتب ما تشير إليه العبارة الآتية، فأنت تقول له الدخل القومي. طب تعالوا نفتكر الدخل القومي يعني إيه. الدخل القومي معناه ايه يا اولاد؟ يعني الفلوس اللي داخله البلد عن طريق الانشطه اللي بنعملها في البلد، زراعه، صناعه، تجاره. طب هنكتب كده في الامتحان؟ لا، احنا المفروض نحفظ بقى الصيغه صح علشان ناخد الدرجه كامله ان شاء الله. هو اجمالي الدخل الذي تحققه الانشطه الاقتصاديه في الدوله، من زراعه، من صناعه، من تجاره، من سياحه. يبقى اي نشاط اقتصادي الدوله بتعمله بتجيب لها دخل منه، ده اسمه دخل قومي. الفلوس اللي داخله عن طريق الزراعه، عن طريق التجاره، عن طريق السياحه، عن طريق الصناعه وهكذا، دي اسمها دخل قومي. يبقى اجمالي الدخل، اجمالي ايه؟ الدخل اللي بتحققه الانشطه الاقتصاديه. طب ايه هي الانشطه الاقتصاديه؟ زراعه، صناعه، تجاره، سياحه، تمام كده؟ طب رقم اتنين، قبيله يعني ايه؟ كلمه قبيله يعني ايه يا ولاد؟ مجموعه من الناس ينتمون الى اصل واحد بتربطهم رابطة الدم والعصبية. يبقى كلمة قبيلة دي في التاريخ، المصطلح ده موجود في التاريخ. مجموعة من الناس بينتموا إلى أصل واحد وبتربطهم المجموعة من الناس دي بتربطهم رابطة الدم والعصبية، يعني بينحازوا لبعض، بيتعصبوا لبعض، في نسب ما بيننا، في نسب ما بيننا، فإحنا دي كلها كده على بعضها اسمها قبيلة. اسمها إيه يا أولاد؟ قبيلة. رقم ثلاثة، ليه مارستان؟ يعني ايه بمارستان؟ فانا بمارستان زقناها في احمد بن طولون في الدوله الطولونيه، وهو اللي انشا بمارستان علشان يعالج الناس بالمجان. يبقى اذا بمارستان معناه ايه يا حبايبي؟ هو دار للعلاج وتدريس الطب في العهد الاسلامي، زي المستشفى بس اكبر شويه، بيعالجوا فيها وفي نفس الوقت بيدرسوا الطب، يعني زي مستشفى وجامعة لتدريس الطب في نفس الوقت. وكان في العهد الإسلامي بيتسمى المستشفى، ما كانش اسمها مستشفى بقى، كان اسمها إيه؟ كان اسمها بيمارستان، تمام كده؟ ده كده السؤال الأول، إحنا لسه في محافظة القاهرة. السؤال الثاني ألف، وبيقول لك اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس، تشمل المنشآت السياحية نقط، المدن الكبرى ولا الفنادق ولا الطرق ولا التجاري؟ لسه قايلينها من شوية، طبعا الفنادق. رقم اتنين، من شروط صلح الحديبية هدنة مدتها نقط سنوات، كم سنة يعني؟
7 8 9 10، يعني كام سنة كان شروط صلح الحديبية؟ وأفكركم بصلح الحديبية علشان محدش يتلخبط ما بينه وبين صلح الرملة. صلح الرملة ده في الآخر مع صلاح الدين وريتشارد، أما صلح الحديبية ده يا أولاد اللي عمله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع قريش. وكان مدة صلح الحديبية كام سنة؟ برافو عليكم، 10 سنوات. محدش يأذي حد مننا، لا قريش تأذي المسلمين ولا المسلمين يأذوا قريش. طبعا قريش طبعا نقضت الهدنة ديت، وبسببها حصل فتح ايه؟ فتح مكة. السياحة المصدر نقط للعملات الأجنبية في مصر، ده اللي أنا لسه قايلها لكم من شوية. السياحة تعتبر المصدر الايه؟ الكام يعني للعملات الأجنبية في مصر، يعني بيعتبر المصدر الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ ها السياحة اتفقنا إن هي المصدر الأول للعملات الايه يا أولاد؟ للعملات الأجنبية، لأن إحنا بنتعامل مع السياح مباشرة. السائح بيجي يتعامل معاك بالعملة بتاعته. رقم 4، أسس عمرو بن العاص عاصمة جديدة لمصر، هي إيه؟ الفسطاط ولا طيبة ولا الإسكندرية ولا العسكر؟ عمرو بن العاص القائد اللي فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. عمرو بن العاص لما جه مصر وقدر إن هو يهزم البيزنطيين ويطردهم من الإسكندرية، أسس عاصمة لمصر جديدة غير الإسكندرية، صح ولا غلط؟ سماها إيه؟ أو هي كانت إيه؟ الفسطاط. برافو عليك. السؤال التاني بما تفسر، أهو جالنا سؤال بما تفسر تاني في الامتحان بتاع محافظة القاهرة. مجيء السياح من أوروبا إلى مصر شتاء، إيه السبب؟ خلاص أول بقى لما نشوف بما تفسر نقول إيه السبب اللي بيخلي السياح يجوا من أوروبا مخصوص في الشتاء. إيه السبب؟ بصوا كده، الاستمتاع بدفء المناخ والجو. الجو بيبقى ايه؟ معتدل دافي، والسياح بيحبوا يجوا في الشتاء عشان يستمتعوا بالدفء ده، عكس عندهم في اوروبا الجو بيبقى ساقع جامد، فهم لا عايزين يغيروا ايه الموضوع ده، وبيجوا يستمتعوا بالشمس والدفء اللي موجود في مصر. رقم 2، بما تفسر هزيمة المسلمون في غزوة احد 3 هجرية، ايه السبب اللي خلى المسلمين يتهزموا في غزوة أحد؟ فاكرين غزوة أحد بيننا وبين قريش، بين المسلمين وبين قريش؟ طب تمام، انهزموا ليه؟ هما كانوا منتصرين في البداية، طب وانهزموا في الآخر ليه؟ بسبب مخالفة الرماة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. الخمسين رامي اللي الرسول حطهم على جبل الرماة وقال لهم محدش ينزل من على الجبل ده تماما إلا لما أقول لكم. هم طبعا ما سمعوش كلام الرسول وافتكروا ان هم كسبانين في المعركه ونزلوا من على الجبل، وبالتالي المسلمين انهزموا في مع غزوه ايه؟ غزوه احد في النهايه. السؤال الثالث، اكمل العبارات الاتيه بكلمات مناسبه. بص يا اولاد انا بقرا اهوت من اول السؤال لغايه اخره علشان اشوف هو عاوز مني ايه بالظبط، وافهم من معنى السؤال عايز ايه. محدش يستعجل في قراءه السؤال. من المقومات الطبيعيه لقيام السياحه في مصر، مقومات الطبيعية، يبقى ده الدرس الأول، مقومات طبيعية ومقومات بشرية. طب هو هنا عايز المقومات الطبيعية اللي من عند ربنا اللي بتجذب السياح، زي إيه يا أولاد؟ الموقع، موقع مصر، المناخ المعتدل اللي لسه متكلمين عنه، الطبيعة الخلابة اللي لسه قايلينها من شوية في السؤال بتاع بما تفسر، اللي هو عندنا طبيعة خلابة. بتنقسم الطبيعة الخلابة ل3 حاجات، صحراء، عندنا صحراء وجبل ومنطقة جبلية وصحراوية جميلة، عندنا حقول خضراء، عندنا كمان مناطق ساحلية على البحار سواء البحر الأحمر أو البحر المتوسط، دي كلها بتندرج تحت الطبيعة الخلابة. طيب رقم 2، بيسمى أهل المدينة باسم نقط وأهل مكة باسم نقط، يعني أهل المدينة اسمهم إيه؟ سميناهم إيه؟ وأهل مكة سميناهم إيه؟ ها أهل المدينة سميناهم أولاد، برافو، الأنصار، لأن هم نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام في دينه والدفاع عنه. طب وأهل مكة سميناهم المهاجرون، طب السبب؟ لأنهم هم سابوا بيوتهم وتجارتهم وكل حاجة وهاجروا من مكة إلى المدينة. رقم 3، بتهدف التنمية السياحية إلى زيادة أعداد التنمية السياحية، إيه هدفها؟ عشان نزود اعداد ايه؟ احنا بنتكلم على التنميه السياحيه، يبقى نزود اعداد ايه يا اولاد؟ السائحين، نزود المنشات، نزود
فهدفنا الاساسي ان احنا نزود اعداد الايه يا اولاد، اعداد السائحين. طيب رقم 4، انتصر قطز على المغول في معركة، طبعا خلاص قلناها كتير جدا جدا، اول لما نشوف قطز نفتكر معركة، او المغول نفتكر معركة عين جالوت على طول، اول لما نشوف الصليبيين او صلاح الدين نفتكر معركة حطين، تمام كده. رقم 5، في اكمل السياحة القائمة على استضافة البطولات الرياضية تعرف باسم، ايوه بيقول لك بطولات رياضية، واحنا خدنا انواع سياحة كتير، هو بيقول لك بطولات رياضية ده سهلها لك قوي، يبقى لما نستضيف بطولات رياضية تعرف باسم السياحة الايه يا اولاد، طبعا السياحة الرياضية، برافو عليكم. نشوف السؤال اللي بعد كده، احنا لسه في السؤال الثالث رقم ب، اكتب ما تشير اليه العبارات الاتيه، عقد اتفاق بين طرفين وغالبا ما يسمى باسم المكان الذي عقد فيه. هو ده الصورة الثانية بتاعت ما المقصود، بتاعت الايه يا اولاد، الصورة الثانية بتاعت المفاهيم اللي انا قلت لكم، اما يجيب لك ده او يجيب لك ده او يجيب لك الاثنين زي ما حصل في الامتحان اهو. عقد اتفاق بين طرفين وغالبا ما يسمى باسم المكان الذي عقد فيه، دوت زي صلح الرملة، زي صلح الحديبية، اتسمى باسم المكان الذي عقد فيه، يبقى ده اسمه صلح، ده اسمه ايه يا اولاد؟ صلح. رقم 2، فريضة فرضها الله تعالى على المسلمين وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، طبعا الزكاة، حد يتلخبط، دي فريضة على كل مسلم قادر يدفع الزكاة، اسأل ماما أو بابا في رمضان في زكاة الفطر دفعوا زكاة، يقول لك دفعنا زكاة، طب ايه دوت يا ماما أو بابا، يقول لك احنا دفعنا الزكاة دي عشان الزكاة هي فريضة ربنا فرضها علينا على المسلمين، هي أحد أركان الإسلام الإيه يا أولاد، الخمسة. السؤال الرابع وآخر سؤال بيبقى فيه ألف وب برضه، يبقى الامتحان إذا 4 أسئلة كل سؤال ألف وب يا أولاد. السؤال الرابع، ألف اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة، وما جابش هنا إيه مع التصويب، فأنت عاوز تصوب الخطأ صوب، مش عايز تصوب براحتك مش هتتحاسب عليها. رقم 1، رافق أبو بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة، العبارة دي صحيحة ولا خاطئة؟ أبو بكر رافق الرسول في الهجرة من إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، طبعا العبارة إيه؟ العبارة صحيحة، صح. رقم 2، محمد بن طغج الإخشيد من أصل فارسي، طبعا العبارة إيه يا أولاد؟ قلناها كتير، سواء أحمد بن طولون أو محمد بن طغج الإخشيد من أصل تركي، يبقى العبارة خاطئة، هما الاثنين كانوا من أصل تركي، وده أكبر دليل إن الدولة العباسية استعانت بعناصر غير عربية في الحكم كالفرس والأتراك. طيب رقم 3، تشتهر الواحات المصرية بسياحة السفاري، طبعا العبارة إيه؟ العبارة صحيحة، اتفقنا إن بتشتهر الواحات، زيارة الواحات دي من صورة من صور سياحة السفاري، تمام كده يا حبايبي. طيب رقم 4، أصبحت مصر بعد الفتح العربي ولاية تابعة للخلافة العثمانية، إحنا ما جبناش سيرة العثمانية خالص، ما لناش دعوة، يبقى دي طبعا أصبحت إيه؟ العبارة خاطئة، يبقى أصبحت مصر بعد الفتح العربي، بعد فتح عمرو بن العاص ليها، ولاية تابعة للخلافة الإسلامية، للخلفاء الراشدين، الخلافة الإسلامية اللي إحنا اتكلمنا عنها والدولة الإسلامية. طيب تعالوا نشوف باقي الامتحان. السؤال الرابع ب، ما النتائج المترتبة على، أهو جالنا ما النتائج وبما تفسر علشان خاطر ما نتلخبطش ما بينهم، حسن معاملة الشعب المصري للسائحين، إيه النتيجة اللي هتحصل لما الشعب المصري يعامل السائح معاملة طيبة، معاملة كويسة، أدى إلى إيه؟ أدى إلى الجذب السياحي، تكرار زيارتهم وزيادة مدة إقامتهم، هيجوا كتير وبالعكس مش هيقعدوا، مش هيقعدوا حبه قليلين بقى، لا ده هيحبوا ان هم يقعدوا كتير، زودوا مده اقامتهم وكمان هيشتاقوا ان هم يجوا مصر تاني السنه اللي بعديها وهكذا. رقم 2، النتائج المترتبه على هزيمه المغول في عين جالوت، ايه النتيجه اللي حصلت لما المغول انهزموا في عين جالوت؟ كتير بقى، ادى الى قتل قائدهم وتقهقروا حتى خرجوا من الشام. طيب حماية مصر بلاد الإسلام وأوروبا من الخطر المغولي، ده كمان إلى القضاء على أسطورة الجيش المغولي الذي لا يقهر، أصبحت مصر زعيمة العالم الإسلامي، لأن مصر ساعتها المماليك هم اللي كانوا بيحكموها، وبالتالي مصر الرائدة
في المجاء، في ان هي قدرت ان هي تنتصر على المغول. توحيد مصر وبلاد الشام تحت زعامة دولة المماليك، لان هي اللي كانت بتحكم وهي ليها الفضل ان هي تنتصر على المغول. يبقى كل ده من نتائج معركة عين جالوت، او من نتائج هزيمة المغول في معركة عين ايه يا ولاد؟ عين جالوت. احنا كده خلصنا الامتحان الاول. الامتحان الاول زي ما اتفقنا كان فيه 4 اسئلة، كل سؤال الف وب. ممكن تلاقيه مختلف حاجات بسيطة في بعض المحافظات، او زي ما انا بقول لكم كده. تمام كده يا شباب؟ طيب نحل الامتحان اللي بعد كده بسرعة، وطبعا علشان الوقت ممكن انزل لكم الالعاب اللي انا عاملاها لكم تلعبوها في البيت بعد ما تذاكروا كويس. السؤال الاول، الف برضو امامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الارقام الموقعة عليها. ها، عينينا على الخريطة ونشوف. والسؤال رقم واحد، البحر نقط. المرة دي البحر دوت اهو، اختلف اهو عن الامتحان اللي فات، يبقى البحر اللي يا ولاد يبقى البحر الاحمر. برافو. رقم اتنين، مدينة بتعتبر متحف مفتوح للآثار الفرعونية، لسه قايلينها من شوية بس عينينا على الخريطة برضو. رقم اتنين هنا كده، ديت مدينة الأقصر. برافو. ثلاثة، الصحراء نقط. فين الرقم؟ أهي. طبعا الصحراء يا ولاد الصحراء الغربية. لو جاب لك الرقم هنا تبقى دي الصحراء الشرقية. نفتكر مع بعض أهو علشان بقالنا كتير ما قلناش أساسيات الخريطة. رقم أربعة، قناة نقط. يبقى فوق دي أهي اللي بتصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر عن طريقها، دي قناة السويس. برافو عليكم. طب الخريطة، تعالوا نشوف السؤال رقم ب. السؤال الأول، اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية: السفر لأغراض متعددة مثل الترفيه والعلاج والاستفادة العلمية. لما إحنا نسافر نسيب بلدنا ونروح بلد تانية عشان نستفيد أو نرفه عن نفسنا شوية أو نتعالج أو نستفيد استفادة علمية، دي اسمها سياحة. اسمها إيه يا أولاد؟ سياحة. إنما الشخص نفسه اللي بيسافر ده اسمه السائح. محدش يتلخبط ما بين المصطلحين. رقم اتنين، المشروعات والخطط السياحية التي تهدف لزيادة أعداد السائحين. يبقى إيه هي المشروعات والخطط السياحية اللي بتهدف لزيادة أعداد السائحين؟ هي عبارة عن التنمية السياحية. أنا بعمل تنمية سياحية عن طريق المشروعات والخطط اللي بتخططها الدولة عشان تنمي وتزود عدد السائحين. رقم ثلاثة، سياحة بتقوم على زيارة المحميات الطبيعية في مصر. دي السياحة نوع من أنواع السياحة. دي سياحة إيه يا أولاد؟ السياحة البيئية. برافو عليكم. اتفقنا إن كل سياحة كده بنعلمها بحاجة. نزور محميات يبقى ليه علاقة بالبيئة، تبقى اسمها سياحة بيئية. نزور صحراء، نرجع للطبيعة ومغامرة، وسياحة مغامرة دي اسمها سياحة سفاري. نركب مراكب في النيل، اسمها سياحة نيلية، وهكذا. طيب السؤال الثاني، اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. برضو ما جابلناش مع التصويب، هو حر، انت برضو مش هتتحاسب على التصويب، بس لو عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها خلاص. أهم حاجة إن هي لما تبقى مكتوبة يبقى لازم تصحح الخطأ عشان بيبقى عليها جزء من الدرجة. أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لأبي بكر بالخلافة، يعني قبل ما الرسول يموت قال للمسلمين انا هخلي ابو بكر الصديق بعدي يتولى امور المسلمين. ايه رايكم، العباره صحيحه ام خاطئه؟ طبعا العباره ايه؟ العباره خاطئه، لان الرسول توفى دون ان يختار احدا بعده، لم يوصي الرسول، وكان الموضوع شورى بينهم. يعني المسلمين بعد وفاه الرسول اتجمعوا واستشاروا بعضهم وقالوا نعمل ايه ونختار مين، وبعد كده قالوا ان ابو بكر الصديق هو انسب شخص يتولى امور المسلمين بعد الرسول عليه الصلاه والسلام. رقم اتنين، حرص محمد بن طارق الاخدود على الاحتفال بالاعياد الاسلاميه والمسيحيه. ايه رايكم، العباره صحيحه ام خاطئه؟ طبعا العباره ايه؟ صح. والدوله الفاطميه ايضا، علشان برضو ما حدش يتلخبط. يبقى محمد بن طارق الاخشيد احتفل بالأعياد الإسلامية والمسيحية زي عيد الغطاس، صح كده؟ والدولة الفاطمية احتفلت بالأعياد المسيحية زي عيد الغطاس، وكمان عيد النيروز اللي هو أول السنة
القبطي، بنفتكر معلومات واحنا ماشيين اهو. رقم 3، قائد معركة حطين هو سيف الدين قطز. يلا قولوا لي بقى في التعليقات، احنا قلناها كتير. اول لما نشوف سيف الدين قطز يبقى مرتبطة بمعركة ايه؟ برافو عليك، معركة عين جالوت. امال معركة حطين مرتبطة بمين؟ بني قائد صلاح الدين الايوبي. العبارة خاطئة، ان معركة عين جالوت كان قائدها مين يا ولاد؟ كان قائدها هو عين جالوت، كان قائدها سيف الدين قطز. رقم 4، انتصر المسلمون على المشركين في غزوة بدر. المسلمين انتصروا على المشركين في غزوة بدر سنة 2 هجريا. وقلت لكم يعني ايه هجريا؟ يعني من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. واللي عمل التقويم الهجري ده هو مين؟ أنهي خليفة؟ برافو عليكم، الخليفة عمر بن الخطاب هو اللي عمل التقويم الهجري. طيب تعالوا نرجع للسؤال. انتصر المسلمون على المشركين؟ العبارة طبعا يا أولاد العبارة صح، إن المسلمين فعلا انتصروا على قريش في غزوة إيه؟ في غزوة بدر. السؤال الثاني رقم ب، بما تفسر. لازم امتحان الدراسات يجي فيه بما تفسر، لازم يجي فيه ما النتائج، لازم يجي فيه قارن مثلا. فالأسئلة المقالية دي مهمة جدا يا أولاد في أي سؤال امتحان. بما تفسر أهمية السياحة في مصر، سؤال حلو جدا ومباشر وموجود عندنا في الكتاب بتاع المدرسة. إيه سبب أهمية السياحة في مصر؟ طبعا حاجات كتير، أولها إن هي بتوفر 18% من الدخل القومي. فهمنا خلاص يعني إيه دخل قومي. بتساهم في حل مشكلة البطالة وتوفر فرص عمل للشباب. بتعتبر المصدر الأول للعملات الأجنبية في مصر، قلناها كتير بقى خلاص. وجود السياحة في مصر بتخلينا نعمل مدن وقرى سياحية جديدة زي مارينا، ونعلن مناطق زي مرسى علم ورأس مناس كمناطق للسياحة البيئية. الحتة دي يا ولاد مهمة جدا عشان ممكن يجي فيها سؤال منفصل محدش ينساها. مرسى علم ورأس بناس طبعا احنا عارفين ان هي على البحر الأحمر، تمام كده؟ مرسى علم ورأس بناس يا ولاد أعلنوا كمنطقة مهمة للسياحة البيئية. إذا منطقة سياحة بيئية يعني هيزوروا إيه؟ محميات طبيعية. هيزوروا محميات إيه يا ولاد؟ طبيعية فيهم، وهيشوفوا حاجات جميلة وحاجات ممكن تنقرض أو معرضة للانقراض وهكذا. يبقى محدش ينسى المنطقتين دول لأن هما ممكن يجوا فيهم سؤال. إحنا لسه في محافظة الجيزة. السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. كلف محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهو في سن، يعني الرسالة نزلت على سيدنا محمد وهو في سن كام؟ عنده كام سنة يعني؟ يعني عنده 30 سنة ولا عنده 40 سنة ولا 50 ولا 60؟ ها إيه رأيكم؟ حتى قبل كده زي ما حد منكم قال لي وش معنى السن ده؟ فاكرين؟ فاكرين السؤال وأنا وضحته لكم؟ سيدنا محمد كلف بالرسالة يا أولاد، رسالة الإسلام، يعني هو عنده كام سنة؟ طبعا 40. إيه يا أولاد؟ 40 سنة. رقم 2، قام عمرو بن العاص نقط على النيل لتحديد الضرائب. عمرو بن العاص لما جه وفتح مصر من أهم أعماله في مصر طبعا عمل عاصمة جديدة خلاص اسمها الفسطاط بدلا من الإسكندرية. عمل مسجد ولا عمل ترعة ولا عمل مقياس ولا عمل قناطر على النيل؟ هو محدد لك في السؤال هو عاوز إيه عشان يحدد الضرائب من خلاله. طبعا مقياسا على الايه؟ مقياسا على النيل. رقم 3، كانت اول اماره كونها الصليبيون هي اماره نقط. هي اماره ايه يا اولاد؟ انطاكيا ولا طرابلس ولا بيت المقدس ولا الرهب؟ اول اماره، اماره رقم 1 اللي كونها الصليبيون نتيجه الضعف والانقسام الذي حل بالعالم الاسلامي كانت اماره الرهب. إنما أنطاكيا كانت اللي هي الإمارة الثانية، وطرابلس الإمارة الثالثة، وبيت المقدس اعتبروها مملكة بما تفسر. ليه اعتبروا الصليبيين بيت المقدس مملكة أو جعلوها مملكة ليه بما تفسر؟ اديني سبب لأهميتها الدينية. خلاص كده؟ السؤال الثالث رقم ب، ما النتائج المترتبة على النتيجة اللي حصلت من استعادة صلاح الدين مدينة عسقلان؟ فاكرين لما صلاح الدين بعد معركة حطين يا أولاد واستعاد المدن الساحلية زي عكا وحيفا وصيدا ودخل على عسقلان وقدر إن هو يستولى عليها ثم يحاصرها ويستولى عليها ويدخل ياخد بيت المقدس بعد كده؟ إيه النتيجة اللي حصلت بقى؟
لما صلاح الدين الأيوبي قدر إن هو يستولى على أو يستعيد مدينة عسقلان، أدى إلى إيه؟ أدى إلى تقدم الجيوش نحو بيت المقدس. خلاص إحنا قضينا على عسقلان أو خدنا عسقلان استولينا عليها، نتقدم بقى علشان في هدف أكبر عايزين نوصله اللي هو بيت المقدس. فتقدمت الجيوش نحو بيت المقدس، حاصروها أسبوع ثم دخلوها منتصرين. ماشي كده؟ طيب السؤال الرابع، كيف أكمل العبارة الآتية أو العبارات الآتية تعتبر أمانتك مع السائح من المقومات نقط للسياحة؟ عندنا نوعين من المقومات، مقومات طبيعية أو مقومات بشرية، صح يا ولاد؟ أمانتك بقى أنت مع السائح، معاملتك الطيبة مع السائح، ما هي الأمانة من المعاملة الجيدة، دي تعتبر من مقومات الإيه؟ طالما بشر هو اللي عملها يبقى على طول تقولي مقومات بشرية، لو ربنا هو اللي اديها لك يبقى مقومات طبيعية. تمام كده؟ طيب رقم 2، تم فتح مصر عام 21 هجريا على يد القائد، لسه قايلينها من شوية، اللي قدر ينتصر على الدولة البيزنطية ويطردهم بره مصر عن طريق اسكندرية، يتتبعهم لحد ما خرجوا عن طريق اسكندرية، يعني من اسكندرية. مين هو القائد يا ولاد؟ عمرو بن العاص. برافو عليكم. في معلومة عايزة أفكر بيها محدش ينساها، إن لما تم فتح فلسطين تحرك عمرو بن العاص إلى مصر لفتح مصر، عشان دي ممكن تيجي سؤال وأنا جبتها لكم كتير قبل كده في أسئلة. ماشي؟ طيب رقم 3، مدينة الإسكندرية مركز للآثار إيه؟ مدينة الإسكندرية بتعتبر مركز للآثار إيه؟ طبعا قلناها كتير، الرومانية. السؤال الرابع، لمن ينسب العملان الآتيان؟ الأولى على بغداد 1258 وقتل الخليفة المستعصم بالله. مين هو يا ولاد اللي قدر يخش بغداد ويحرق المدينة ويقتل أهلها ويقتل الخليفة العباسي المستعصم؟ مين اللي عمل كل ده؟ وكان تبع مين؟ أي خطر؟ الصليبي ولا الخطر المغولي؟ إيه رأيكم؟ طبعا برافو عليكم، الخطر المغولي. وكان هولاكو يجي بعد جنكيز خان جده. أفكركم بجنكيز خان اللي قدر يجمع القبائل المغولية كلها، والمغول جايين من آسيا، قبائل جايين من آسيا. فهولاكو بعد كده قدر إن هو بعد جده قدر إن هو يكمل مسيرة جده اللي هو جنكيز خان، ويدخل بغداد ويقتل الخليفة المستعصم بالله. مين اللي أنشأ نظام الحصبة؟ طبعا الخليفة مين يا ولاد؟ أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب؟ طبعا الخليفة إيه؟ عمر بن الخطاب هو اللي أنشأ نظام الحصبة. نظام الحصبة ده، نظام الحصبة ده عبارة عن إيه يا ولاد؟ عبارة عن الإشراف على الأسواق، الإشراف على الموازين والمكاييل عشان محدش يغش حد في الأسواق في البيع والشراء. فأنشأ عمر بن الخطاب نظام اسمه نظام الإيه يا ولاد؟ نظام الحسبة، وأنشأ الدواوين كمان محدش ينسى. طبعا أنا كده يعني خلصت الامتحانين اللي عندنا، هبعت لكم دلوقتي حالا، هنزل لكم اللعبتين اللي أنا كنت عاملها لكم، لعبة للجغرافيا، تمام؟ لعبة للجغرافيا ولعبة للإيه يا ولاد؟ للتاريخ. عايزاكم بعد ما تذاكروا كويس جدا جدا تحلوها وتستمتعوا بيها وتستفيدوا في نفس الوقت ان شاء الله. طبعا يا اولاد انا مبسوطه منكم جدا، ومبسوطه اني كنت معاكم السنه دي، فرحانه بيكم قوي. اسئلتكم زي ما قلت لكم قبل كده كانت جميله على مدار السنه كلها. عايزاكم دايما تتعودوا ان انتوا تفهموا الاول قبل ما تحفظوا اي كلمه. انا طبعا كده خلصت معاكم، اتمنى ان انا اكون افدتكم، أتمنى خلال السنة وخلال الترم التاني تكونوا استمتعتوا معايا وفهمتوا كل معلومة ذكرناها وشرحناها مع بعض. مبسوطة إني كنت معاكم طبعا يا أولاد. أسمع يا رب أسمع عنكم كل خير، وإن أنتوا تفوقتوا في كل المواد إن شاء الله. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.